ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ تعالى دي معجزه عامله لنا قنلوني. كلالولك؟ ده كلالولي وبكاتا وكوردن بلو، اصلي بحب اجرب في المطبخ قوي. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. ايه بتجربي في ولادك ولا ايه؟ لا، نزار عملت له سبرينج رولز بالبشاميلي ودخل نام دلوقتي. ربنا يشفيه يا رب. شده وتسول. كل كل. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتاكل ايه؟ انت مش من شويه ضارب سندوتشات قد كده؟ بتدفس الاكل ده كله في بطنك ازاي؟ ده كان الفطار، انما دون الغدا. والانسان النظيف الشفيف العفيف له ثلاث وجبات في اليوم كله. بعد كده كل الحاجات دي هتكبس على قربتك المخرومه. استفسار صغير يا عم الدرويش. عمر ارتاح. هو السادات طويل زي ما بنشوفه في التلفزيون ولا قصير؟ انت بتسالني انا ليه السؤال ده يعني؟ وانا كنت دفعته في الحرب ولا حاجه؟ ايه ده، انت مش شفته لما رحت تقتله؟ ولا يعني سميت عليه ووديت وشك الناحيه الثانيه؟ ايه؟ ايه والله ما انا اللي بقول. برنان اهو. ايه؟ انا طالع فوق. تصدق ما كدبش اللي سماك بتاح؟ ما حاجه تدعني برضه يا عم ماهر، يعني هو دخل عليه قال له مساء الخير. مساء النور. السادات؟ اؤمر. ممكن اقتلك؟ عين العفريت. نعم؟ هو ده اللي قالته، قالت عين العفريت. يعني ايه عين عفريت؟ احنا نستهبل ولا ايه؟ والله يا فندم هو ده اللي قالته. خلاص خلاص، متشكرين جدا لحضرتك. متشكرين ايه يا عم انت؟ متشكرين ايه؟ عين عفريت؟ عين عفريت ايه؟ وزيرة محترمة فيها من غيبوبة عشان تقول عين عفريت؟ ايه يا كريم، عادي، ممكن تكون بتهلوس، ست مريضة برضه. مريضة ايه يا أشرف؟ أنا اللي هتشلى يا أشرف. لما سيادة الوزير بقى يسألني أقول له ايه؟ عين عفريت؟ قول له خبير الشفاية قال كلمته، عين العفريت صح؟ خلاص يا إسماعيل وصلنا. بالسلامة أنت. الو. الله، انا سامعني كذا مره كده يا راجل، تفتح عليا. والله يا باشا ما اعرف اللي انت اللي متصل. الموبايل ده بتاعك؟ لا مش بتاعي يا باشا. فين صاحب الموبايل؟ ده موبايل عم درويش بس، ورحمه خالتي ما اعرف عنه حاجه. انا لقيت موبايل في التوك توك، خدته تخليص حق. لو الزمك يا باشا اتفضل، ما اغلاش عليك. لا يا حبيبي ما يلزمنيش، انا يلزمني صاحب الموبايل. ومرسى ابو العباس يا باشا ما اعرف عنه حاجه، من ساعة لما نط من التوك توك هو والواد شهاب ما عرفتش اخباره اللي غير من التلفزيون. الله يخرب بيتك عم درويش. يخرب بيته؟ فين بيته بقى؟ هو انتوا مباحث يا باشا؟ حاجة زي كده. انتوا اللي مين؟ مش مهم احنا مين. درويش فين؟ انا جاي زيكوا ادور عليه. طيب طالما المصلحه واحده بقى بندور على نفس الشخص، نقعد نتكلم. وماله؟ نقعد ونتكلمه. ما ترميش السر القديم يالا. طب انت عزاف ايه؟ وانت مال امك؟ عامل عقد. احبك وانت تصيد. انت مالك هلا هتعمل عقد؟ مالك انت؟ بقول لك ايه بقى؟ سيب بقى من السير دلوقتي وركزي معايا. عربية بنت الوزيرة ميني كوبر كابورليه زرقاء 1600 سي سي، 4 سلندر، حلم المرأة العاملة. الله عليك، يعني تعرفوا تطلعوا العربية دي من وسط العربيات صح؟ ايه، عايز تشقطها ولا ايه؟ لا 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 لا، أنا عايزها في حاجة سهلة أوي. برضه ما رستنيش يا باشا. عايزين درويش فين؟ مالكش فيه. كل اللي انا عايزك تفهمه ان احنا لازم نوصل له قبل الحكومه ما تحط ايديها عليه. ما ينفعش يا باشا، القانون لازم ياخد مجراه. ده راجل ارهابي بيروع على منين؟
سيبك بقى موضوع قانون ومجراه والكلام ده، القانون عندي بيقول ايه؟ فيد واستفيد، ولو انت صحيح هتعرف توصلنا ليه هتستفيد جامد قوي. معلش يا باشا، انا مع احترامي ليك، انت مهما في التاني عمرك ما هتديني شريط زياده. شرايط ايه يا سياده الامين اللي بتدور عليها؟ ده انا هديك طب قماش بحاله. باخده يا سيدي اقصقصه شرايط زي ما انت عاوز، ونفض حاجه ابقى اتحزن بيها كمان. احنا بنقدر اللي بيساعدنا، وتقديرنا فوري وحلو. نقول 50,000 كويس؟ 50,000 جنيه؟ حبيب قلب خضر يا باشا، لا اعتبره في التلاجة عندك من دلوقتي، ده انا لو في الحبشة هجيبهولك. مش معنى الحبشة يعني؟ تقلقش، ليه ناس في الحبشة. على فكرة كان الموضوع بقى غريب جدا، انا حاسس ان درويش دوت زي ما احنا بنفكر فيه خالص. ايه كل ده عشان ما يطلعش على طول؟ دي كان بيفكر يهرب ازاي بعد ما يقتلها؟ يا سلام، كان هيخرج عادي جدا زي ما دخل، ده على اساس اصلا هو دخل فيها حد اعترض طريقه. اكيد الراجل ده ما قتلهاش، كان داخل ياخد صوره سيلفي مع الوزيره. ها تظبط يا ابني ولا محامي؟ يا ابني فهمني بقى. يا ابني اتفقت عليها قوي. ماشي يا سياده اللواء، يا سياده معالي نائب رئيس العمليه. تاري تاري كريم، ارجوك ركز معايا، لازم نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط عشان نعرف ازاي نقبض عليه. اكيد التابلت اللي كان معاه دوت ليه علاقه بالتابلت اللي كان معاه نهله بنت معالي الوزيره، لازم نمسك طرف خيط عشان نشوف ازاي هنعمل ايه. يا وائل انت لسه بتسالني هتعمل ايه؟ اتحركوا طبعا. يلا سلام. في طرف خيط اللي بندور عليه خلاص لقيناه، عرفوا يجيبوا مراد درويش. يا بدر حساب. خلي يا باشا. هي دي الست حسنيه؟ هي يا باشا، حسنيه ابو العمار. في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟